جميل، ما شاء الله ما شاء الله. السبيل إلى الحياة الطيبة، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الهدى وشمس الدجى، أعلى البرية عنصرا، صلوا على خير الأنام محمدا. من المعلوم أن الناس جميعا في سعي دائم لأسباب الحياة الدنيوية، لتحصيل أسباب الحياة الدنيوية الكريمة الهنية، وتجنب أسباب الشقاء وضيق العيش. وكم من أمم كانت تعيش حياتها هانئة مطمئنة، تتقلب في النعم والنعيم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلم يخفق فيها قلب من خوف، ولم تتألم فيها نفس من جوع، فلما اغتروا بالنعم وكفروا بالمنعم عز وجل، إذا بهذه النعم السابقة تنقلب إلى نقم لافعة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الإيمان الصادق وتقوى الله وطاعته ودوام الذكر والاستغفار وصدق التوكل واستشعار الرضا والعمل الحلال وسؤاله البركة من أعظم أسباب الحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالسعادة التي يشعر بها القلب المتصل بالله خير من كل كنوز الدنيا، فالمحروم الخاسر هو من حرم لذة المناجاة، من حرم طعم الإيمان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: صل عليه، ذاق طعم الإيمان من يا رسول الله؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فللإيمان طعم ولذة، وللصلاة طعم ولذة، وللمناجاة طعم ولذة، وللصيام طعم ولذة، وللبكاء من خشية الله طعم ولذة. من لم يذق هذا الطعم فهو المحروم الخاسر. والحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب. وقرأ قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذا شرع لنا ربنا التوبة والاستغفار أماناً من المؤاخذة والعذاب، وسبباً لاستحقاق العفو والرحمة. فقال الله تعالى لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تعالى على لسان سيدنا صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كما قرن سبحانه وتعالى بين عونه ونصره وبين الأعمال الصالحة، فقال تعالى مبينا صفات من يؤيدهم وينصرهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلنحرص على أن نكون من أولئك الموفقين الفائزين. ولا بد أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى كريم لا يبخل، حليم لا يعجل، يمهل عباده الجاحدين والعاصين، ولا يبادر إلى مؤاخذتهم بسوء فعلهم، بل يقابل جحودهم بإنعامه وفضله، وجهلهم بعفوه وحلمه، وعصيانهم بمغفرته وستره. يقول الله تعالى:
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم اسمع هذا الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. أخي الكريم، حين تستقر هذه الأمور في وجدان المرء وتنطبق بها جوارحه أعمالا فسيحيا الحياة الطيبة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة الطيبة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.